بتحس فيه كتير كمان من الأشياء المشتركة بيننا. أكيد أكيد. إحنا يعني أنا ما بحس بفرق، يعني إحنا قاعد يمكن التقسيم الجغرافي بس أو الاستعماري هو اللي حط الحدود الفاصلة ما بيننا، لكن إحنا محسوبين لمنطقة واحدة نعتبر، يعني صحيح، امتداد النوبة المصرية هو امتداد طبيعي جدا للنوبة اللي موجودة في شمال جنوب وشمال الوادي، امتداد طبيعي. جه التقسيم الاستعماري هو بس اللي حط الفاصل بيننا، لأن إحنا الكالتشر واحدة، الثقافة هي ثقافة واحدة، صح. عاداتنا هي طباعنا أفراحنا أعراسنا، لدرجة إن حتى يعني تربطنا علاقات نسب وقرابة موجودة داخل الأراضي السودانية. أنا أولاد عمي كلهم موجودين داخل السودان، حاملين جواز السفر سوداني. السوداني وعايشين في السودان، وأنا بالجهة الثانية شايل الجواز المصري، ومن يعني للنخاع مصري، هم قلبا وقالبا سودانيين. سودانيين. صحيح. فمسألة التقسيم والحاجات السياسية دي ما بتفرقنا، بالعكس صح. احنا مترابطين ومتجانسين ومتأنسين مع بعض كلنا، عمرها فأفراحنا أطراحنا أعراسنا كلها هي نفسها، ما في اختلاف. لو كانت فيها يعني مسألة اختلافات بسيطة في اللهجة ما بين المحا السكوت، دي حتى حاصلة داخل السودان. احنا عندنا لهجتين برضو، اللهجة الفدركية والكنزية. الكنزية هي دي باعتبارها الموجودة عنده في السودان، الدونجولة نعم حقة صحيح. الطناجلة. في أتوقع في السودان في لهجتين برضو، إن كانت برضو بتخف الفجكية عندكم ما بين حلفة وما بين والمحس. المحس، في اختلافات بسيطة في بعض المفردات أو اللكنة، الأكسنت نفسها صحيح. هي اللي مختلفة، لكن في الآخر كلها لغة نوبية، لغة ما هي لهجة.